السلام عليكم محبي ومتابعي قناة المجلة. قام نبي الله إبراهيم عليه السلام بدعوة قومه بشتى الطرق والوسائل، فلم يجد منهم إلا الإعراض، فقرر أن يهاجر من بلدته إلى مكان آخر لينشر دين الله تعالى وليدعو قوماً آخرين لعبادة الله. ونلاحظ أنه من طيبة قلبه عليه السلام وحبه لقومه وعطفه عليهم، فإنه لم يدعو الله أن يهلكه أو يعذبهم، وإنما فارقهم عليه السلام إلى ديار أخرى وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهاجر إبراهيم عليه السلام من أرض بابل بالعراق إلى بلاد الشام الأرض المباركة، ثم ما لبث أن تركها وهاجر إلى مصر. واختلف العلماء في الحقبة التاريخية التي زار فيها نبي الله إبراهيم عليه السلام مصر، ولكن حدث اكتشاف لرسومات في إحدى مقابر الفراعنة المصريين القدماء. قال العلماء أن هذا هو رسم لنبي الله إبراهيم عليه السلام، حيث تضم إحدى مقابر قرية بني حسن في محافظة المنيا بصعيد مصر مجموعة من النقوش والرسومات تسجل زيارة وفد آسيوي لمصر يضم 37 شخصاً من البدو بين رجال ونساء وأطفال. وأثار هذا النقش الكثير من علامات الاستفهام حول سبب إقدام المصريين على تسجيل مثل هذه الزيارة، وهو أمر غير معتاد لدى الفراعنة. وكانت من أكثر النظريات اللافتة التي فسرها هذا النقش هي أن النظرية التي تقول أن الرسومات تسجل زيارة نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى مصر برفقة زوجته سارة ونبي الله لوط، بالإضافة إلى السيدة هاجر التي قدمها له فرعون مصر كهدية، حيث رافقته إلى رحلة الجنوب ليتم تسجيل هذه الزيارة على جدران تلك المقبرة تقديراً لمكانة نبي الله الذي استشعرها المصريون في ذلك الوقت. قصة الرسوم الفرعونية كاملة. على بعد 20 كيلومتراً من مدينة المينيا تقع منطقة أثرية فيها جبانة مصرية قديمة تعرف بمقابر بني حسن، وفي مقبرة خنوم حتب الثاني الذي كان يعمل مديراً للصحراء الشرقية، وذلك في عهد الفرعون سونسورت الثاني. وبالتحديد على الجدار الشمالي للمقبرة يوجد نقش يمثل قافلة من 37 شخصاً، وقد أقبلوا بقيادة زعيمهم الذي أطلق عليه النقش اسم إبشاي، وقد حملوا الكحل فيما يعزف بعضهم الطنبور وهو آلة موسيقية، ولهم سمات الأسيويين من لحى كثيفة وملابس صوفية مزركشة ذات خطوط وزخارف طويلة وملونة. وقد كتب عند اسم إبشاي وبأسفل الوعل الذي بيده كلمة حكا خاسوت وتعني حاكم البلدان الأجنبية. نظرية إبراهيم عليه السلام. من أشهر من قالوا بتلك النظرية أن تلك النقوش تسجل زيارة نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى مصر هو الدكتور رشدي البدراوي في كتابه الشهير قصص الأنبياء والتاريخ. ويروي البدراوي أن زيارة إبراهيم عليه السلام إلى مصر كانت في عصر الأسرة الثانية، خاصة وقت ازدهارها في عهد أمنمحيت الثاني وسنسرت الثاني وسنسرت الثالث، قائلاً: إنه من الصعب تحديد الوقت بدقة، ولكن من المرجح أن الزيارة كانت في عهد سنسرت الثاني. يضيف أن البعض اتخذ من هذا النقش دليلاً على رخاء مصر ورفاهيتها، إلا أنه يرى أن هذا تفسيراً كان يمكن أن يكون مقبولاً لو أن النقش موجود في مقبرة في الدلتا أو في الجزء الشمالي من الوجه القبلي، إلا أن وجوده في بني حسن قرب ملوي يوحي بأن سبب الزيارة شيء آخر غير التجارة، كما أن قدوم وفد للتجارة ليس له هذه الأهمية البالغة بحيث يستحق تسجيلها، وإلا لوجدنا عشرات ومئات من هذه النقوش على عدد من المقابر. كذلك كان الأسيويون يقومون أحياناً ببعض الغارات للحصول على الحبوب للغذاء حينما يصيب القحط بلادهم، وكان المصريون يصدون هذه الغارات وقد يسجلونها لو كانت غارات كبيرة لتخليد انتصارهم، وكانوا حينئذ يصورون الأسيويين مقيدين أو يسجدون للفراعنة بعكس نقش مقبرة بني حسن حيث صور الأسيويين مرفوعي الرأس ومعهم رماحهم. ويقول أن الكتابة الموجودة بجوار النقش كذلك تثير العديد من التساؤلات، حيث تقول: ويتقدم الجماعة رئيسها حاكم البلاد الأجنبية إبشاي ويحمل لقب حق أي أمير. ويشير البدراوي إلى أنه من المسلم أن إبراهيم عليه السلام كان رئيس الجماعة التي كانت معه عند زيارته إلى مصر، كما أنه كان من القوة في حبرون وبئر سبع، والبعض يقول إنه قد ملك دمشق في ذلك الوقت، لذلك فإن وصف حاكم البلاد الأجنبية ينطبق عليه.
أما بشأن ملابس النسوة اللاتي ظهرن في النقش وعددهم 4، فيقول البدراوي أنه لو دققنا النظر في هذه الملابس لوجدنا أن زي 3 منهن متشابه ويغطي الكتف اليسرى، في حين أن الكتف اليمنى عارية، وكانت هذه عادة النساء الأسيويات. أما زي 4 فهو يغطي الكتفين كعادة المصريات. وعليه يمكن افتراض أن النسوة 4 كن سارة وزوجة لوط وزوجة أليعازر، أما 4 ذات الزي المصري فهي هاجر. وعليه يضع البدراوي بناء على هذه المقدمات تصورا كاملا لتفسير هذا النقش، فيقول إن فرعون مصر لما رأى من قدرة رب إبراهيم ورعايته لسارة زوجته، فإنه أيقن أنه رجل له كرامات، فكان أن أعطى لسارة هدية وهي هاجر المصرية، وكذلك أعطى لإبراهيم عطايا كثيرة من الغنم والهدايا. ويضيف أنه يبدو أن إبراهيم عليه السلام قابل كهنة أون ومنف وناقشهم ودعاهم إلى الإيمان، أو لعله أطلعهم على البديهية من أن الإله لا بد أن يكون واحد، ولا بد لجلالته وعظمته أن يكون غيباً لا يرى. وبالطبع كانت هذه المبادئ تتعارض مع ديانة البلاد، فاستحال أن تسجل الزيارة على جدران أحد المعابد. وعن سبب تسجيل الزيارة على جدران مقبرة حاكم الإقليم، يقول البدراوي إنه يمكن افتراض أن صاحب المقبرة أراد أن يسجل حسن معاملته لهذا الرجل المبارك الذي يحميه إلهه من كل سوء، حتى يكون ذلك شفيعاً له في الحياة الآخرة، بحيث يوضع في ميزان حسناته. ويدلل على ذلك بأن الميت يقوم يوم حسابه طبقاً للعقيدة المصرية القديمة لتبرئة ساحته أمام قضاة الآخرة. يا رب الحقيقتين، ها أنا ذا أجيء إليك، أجلب الحقيقة وأطرد الإثم، أني لم أقترف إثماً ضد البشر ولم أفعل شيئاً تمقته الآلهة. ولعل حاكم الإقليم أراد أن يضيف داخل مقبرته ليس قولاً فقط بل تسجيلاً بالصورة، وقد أكرمت هذا الرجل المبارك من ربه ولم أسبب له أي أذى. ويختتم البدراوي نظريته بقول إنه لو أطلقنا العنان لخيالنا قليلاً فيمكننا القول بأن الرجل صاحب المقبرة كان قد آمن سراً بإبراهيم عليه السلام، وأراد بتسجيل هذه الزيارة في مقبرته أن يكون معه في الآخرة ليشفع له. وفي النهاية كانت تلك هي آراء علماء الآثار المصرية في هذه النقوش الغريبة، والله تعالى أعلى وأعلم بما كان من شأن نبيه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.